هكذا أيها الأخوة كانت النتيجة، هكذا كان الوصف الجميل. ومليون صاحب المليون وصاحب التوقيت الأفضل، تهانينا والناموس لمحمد بن يمع بن عبيد بالدبيلة، دقيقتين عشر ثواني على هذا الإنجاز وعلى هذا الناموس الممتع ما شاء الله. المركز الأول هنا شاهينية محمد بن سعيد الحميري، شوطنا السابع عشر خصص الإبكار. شوطنا الثاني شعار غارة مع الشبلة محمد بن عمال الغويص، بينما ثالث المراكز هناك من الجانب الثاني اللي في المركز الثالث على ما أظن من الجانب الثاني بنتعرف عليها، ولكن الرقم شوي محجوز. النقلة على المركز الرابع مرموقة، يمع بن محمد بن رفيع الفلاسي، نقلتنا على رابع المراكز من تأتي في هذه اللحظات. أم صيحة ولا هنا اللي هي فن محمد بن خليفة بن قحيت في رابع المراكز، وفي المركز الخامس ملوح ظاهر بن علي بن ظاهر يمعة المهيري. هكذا كانت النتيجة مستمعينا الأعزاء، دعناها عليكم بالهو التمام. والشاهينية ما شاء الله تبارك الرحمن، ومحمد بن سعيد الحميري من يسيطر مع الشاهينية، بينما الشبلة محمد بن يمع الغويص ثاني المراكز، وفي المركز الثالث فن مع محمد بن خليفة بن قحيد، وفي المركز الرابع مرموقة يمع بن محمد بن رفيع رابع المراكز. المركز الخامس هناك ملوح ظاهر بن علي بن يمع المهيري. هكذا مستمعينا الأعزاء كانت النتيجة للمراكز، دعناها عليكم بالفو التمام. ونذهب بصدارة الشوط، المركز الأول عنوانه انطلاقه انفراده ما شاء الله يا الغويص والحميري، اثنين في موقع واحد من الشوط يا شبلة والشاهينية. شبلة لمحمد بن الغويص، شاهينية لسيد محمد بن سعيد بن عبيد الحميري. يا سلام، بنقول للمرة الثانية ما كان هناك رأي آخر للحميري الحميري، ولكن ديروا بالكم وصلت فن ما شاء الله. بسم الله تبارك الرحمن على هذا الأداء اللي قدمته في المركز الأول الشبل محمد بن الغويص، المركز الثاني محمد بن خليفة بن قعيد، المركز الثالث اللي في المركز الثالث هناك محمد بن سعيد بن عبيد الحميري، المركز الرابع شعار ظاهر بن علي بن ظاهر بن يمع المهيري، وفي المركز الخامس شعار بن رفيعة مع مرموقة. دقيقتين 21 ثانية و42 جزء من الثانية، تهانينا والناموس.